ما شاء الله يعني عليك يا كابتن حسام البدري، كل ماتش بتلعبه اوسخ من الاول. اه والله العظيم، يا ترفع ضغطنا يا تحرق دمنا، اي نيله وخلاص يعني. ولكن احنا قبل ما نتكلم في الماتش، قبل اي حاجه، وحشتوني طبعا كل حاجه، ولكن لو وصلك هذا الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك هنا عشان عندنا كلام كتير مهم قوي. اعمل لنا لايك من هنا ناو. المنتخب المصري النهارده ضحك علينا او غفلنا يعني، في اول دقيقتين جاب جون مجدي قفشه، قلت خلاص هنجيب ورقه وقلم بقى ونمسك كده ونشوف ان النهارده في مهرجان اهداف، اهداف كتيرة هتحصل امام كينيا. كينيا اللي ما تعرفش ترتيبها الافريقي ايه، او هي موجودة على الخريطة ولا لا. كينيا بعد الدقيقة التانية ابتدى المنتخب المصري بجلالة قدره يدافع حتى الشوط الاول. خلص الشوط الاول والله العظيم وانا متضايق، كسبانين 1-0 كل، بس متضايق الاداء اللي زي الزفت ده. فين مجدي عفشة من بعد الجون؟ ما شفتوش. الاستاذ طارق حمد الحمد لله مفيش واحد ما كسرتوش يا طارق. نزل الماتش كأن في طارك بينك وبين كينيا كلها طار، حالف لا تقتل واحد منهم، قعد يكسر طول الماتش. حمدي فتحي بسم الله ما شاء الله مختفي خالص، تريزيجيه تقريبا جاي يطبق كوره جديده، محمد صلاح مش عارف هل هو خايف من الاصابه او مش متاقلم مع الفريق، ولكن في حاجه انا مش فاهمها يعني، اللعيبه المحترفين بره بيكسروا الدنيا في انديتهم وبتاع، محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي، تريزيجيه عامل شغل حلو، وحجازي وهبالك والناس عامله شغل حلو، ومصطفى محمد عم مكسر الدنيا في تركيا، يجوا هنا منتخب مصر تحس ان هم عندهم شد عضل في العضله الخلفيه، عندهم شويه تسلخات، خايفين يتصابوا عشان ماتش عشان خاطر مصر، الله اعلم يعني. ولكن يجي الشوط الثاني ويجي فينا جون، ها باسيست من عمرو السوليه، واخد بالك، والدفاع خالص مفتوح، وعمالين يضيعوا كتير قوي بتوع كينيا، والله ضيعوا، ده حتى لما كان مطرود منهم واحد في الدقيقة 80 ولا بتاع، الواحد كان قاعد قلقان، احنا قاعدين خايفين من منتخب كينيا يا جماعة، والله العظيم زي ما بقول لكم. سؤالي هنا للكابتن حسام البدري اللي منكد على متين أبونا يعني، حضرتك بتلعب بخطة إيه؟ يعني اشرح لنا الخطة اللي أنت بتلعب بيها، مختار لعيبة كويسة مفيش مشكلة، إنما أنت دلوقتي كنت في الماتش مركز على 500,000 جنيه مكافأة التأهل، أنت تأهلت وخدت 500,000 جنيه وحرقت دم أكتر من 100 مليون مصري. ده مش اداء منتخب مصر امام كينيا يا جماعه. وبعدين يا بتوع البين سبورت، احنا عارفين ان انتوا ما بتحبوناش وكل حاجه، بس مش لدرجه ان كل المطوشه يعلق عليها احمد الطيب، مش كل المطوشه يعلق عليها، ده طول الماتش عمال ينجم في مصطفى محمد، قطعت بينا يا مصطفى، تركيا خدتك مننا يا مصطفى، هو مصطفى محمد ده ابن خالتك وعدك بالجواز مثلا واخلى بيك؟ انا مش فاهم. وعمال يقلل شويه من محمد صلاح، وهب بالك وتمريره وحشه، ومحمد صلاح مش ظاهر قوي وبتاع، وتريزيجيه، وعمال تنجم في مصطفى محمد، وعمال تجيب لنا معلومات من 90 سنه ومن 100 سنه وبتاع، فمش هيبقى حسام البدري واحمد الطيب. اللي انا اعرفه ان مصر لما تيجي تلاعب كينيا ولا تلاعب توجو ولا جزر القمر ولا اي منتخب، المفروض ان هو يبقى قلقان منها، بيلاعب منتخب مصر اكتر منتخب حصل على بطوله امم افريقيا، منتخب متسيد بطولة أمم أفريقيا، إزاي منتخب زي كينيا كده يفضل ضغطك التسعين دقيقة وأنت عمال تدافع وبتاع؟ أنا عايز حد يطلع لي هجمة غير قفشة، غير الجون بتاع قفشة، حد يطلع لي هجمة المنتخب هجمها غير الجون بتاع مجدي قفشة. هل ده أداء منتخب يطمنك كده إن أنت هتعمل حاجة في شهر يناير الجاي في أمم أفريقيا؟ المفروض إن إحنا خرجنا في 2019 خروجة يعني بفضيحة، خرجنا من جنوب افريقيا واخد بالك بنتيجه كده 2-1 وبتاع، وكان اداء زي الزفت، وكانت اللعيبه مش مركزه غير على الانستجرام وعلى الفيسبوك، وتقريبا دلوقتي اللعيبه بقوا مركزين كمان على اليوتيوب وعلى تويتر ما شاء الله وعلى الواتساب وبتاع، واللعيبه اصلا نازله تحس ان هي تايهه، خط الدفاع مش رابط مع خط النص مع خط الهجوم، مفيش اي حاجه، انا ما شفتش هجمه كده متفقين عليها تكتيك. امال بتعملوا ايه في التدريبات؟ بتعمل ايه في التدريب؟ بتشيروا؟ بتدوا لبعض لايكات؟ انا ما اعرفش ايه ده؟ يعني انا شايف ان كتر خير كده حسام البدر لحد كده ونبعت له جواب شكر وبتاع، ومدرب بقى وطني بمدرب وطني، وحسام بحسام، ما تجيبوا حسام حسن، مفيش مشكله انك تجيب حسام حسن والله العظيم، وجرب حسام حسن شخصيه برضه وما بيعرفش يهزر، وعارف امتى يضحك وامتى يكشر وامتى يتصاحب مع اللعيبه وامتى يوجه اللعيبه وبتاع، ما تجربوا حسام حسن مفيش مشكله. بص الراجل باصص لي ازاي وانا بتكلم،